فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الحجام أو الحاجم هل يفطر في الوقت المعاصر إذا كان لا يمص الدم بل يسحبه عن طريق الآلات الحديثة؟ والله يبقى الحديث على ما ورد، يبقى الحديث على ما ورد. هذا تعليل قولهم لأنه يمص الدم، تعليل يمكن يكون صحيح أو ما هو صحيح، الله أعلم. رسول قال أفطر الحاجم والمحجوم، خلاص نقول يفطر الحاجم والمحجوم. نعم.